موضوعها هذا العام الدراسات في مقاصد الشريعة، وقد تم حجبها لعدم استيفاء الأعمال المرشحة معايير الفوز بالجائزة. جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب، موضوعها هذا العام اللغة العربية وتحديات العصر، وفاز بها بالاشتراك الأستاذ الدكتور عبد العالي الودغيري، المغربي الجنسية، الأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس في الرباط. وقد منح الجائزة تقديراً لأعماله العلمية في الدراسات اللغوية العربية الحديثة التي اتصفت بالأصالة والتميز، وجهوده التعليمية في المؤسسات الجامعية، ودفاعه عن اللغة العربية في مواجهة الدعوات إلى إحلال اللهجات العامية واللغات الأجنبية محل اللغة العربية. فيلم قصير يلقي الضوء على مسيرته. عبد العالي الودغيري من مواليد 1944، مهنتي أستاذ باحث جامعي بجامعة محمد الخامس سابقا، الآن باحث متفرغ. كان حلمي أن أكون أستاذا جامعيا، وهذا تحقق الحمد لله. أعشق أن أكون بجانب البحر في بعض اللحظات، ليس دائما، ساعة الغروب مثلا، فهذه توحي لي بمشاعر كثيرة، بخواطر كثيرة. جزء من حياتي هذه المكتبة، وأيضا المكتبات التي أرصادها عمومية أو خصوصية. وطبعا المكتبة هي المكان المناسب لأخذ الزاد المعرفي. أحب أن أقضي أوقاتا جميلة مع أبنائي ومع أحفادي الصغار. كل شخص حسب هوايته وحسب ميوله يكون مكتبته حسب الموضوعات التي يعشقها أو التي يهتم بها. وأنا أنصح كل إنسان أن يختار الشيء الذي يحبه والشيء الذي يميل إليه. يسرني أن أدعو الأستاذ الدكتور عبد العالي الودغيري لاستلام الجائزة من خادم الحرمين الشريفين وإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. كان اختيار جائزة الملك فيصل العالمية هذا العام في فرع اللغة والأدب لموضوع اللغة العربية وتحديات العصر موفقاً ومناسباً لعدة أسباب، منها أن العربية التي شرف الله بها أمة الإسلام تواجه حقاً في هذه المرحلة أكثر من غيرها تحديات كثيرة، فهي رغم رتبتها المتقدمة بين لغات العالم تزاحم داخل أوطانها وبيئتها ومجتمعها بلغات أجنبية متوغلة في حياتنا اليومية بمختلف الأشكال، ويتنكر لها حتى بعض أبنائها، وتزدريها فئة من أهلها وذويها.
فضلاً عن السهام المتكاثرة عليها من أعدائها وخصومها، وهي تارة متهمة ظلماً بالتخلف والقصور وعدم الصلاحية لتلقين كافة العلوم والعجز عن مسايرة العصر، ومهددة تارة أخرى بلهجاتها المحلية التي يراد لها أن تحل محل فصحاها. وكان في اختيار هذا الموضوع أيضاً ما يلفت نظر الجميع، حكومات وأفراداً ومؤسسات في هذا الوقت بالذات، إلى أهمية ما تحتاج إليه لغتنا الجامعة، لسان الأمة ورمز السيادة والتاريخ والهوية والحضارة والوجدان، والأداة التي لا غنى عنها للتنمية الشاملة والبناء والوحدة وتقوية النسيج المجتمعي، لا بد لها من دعم معنوي ومادي على كافة المستويات، واعتزاز ورد الاعتبار في كل المجالات، ووضع الخطط للنهوض بها وسن القوانين لحمايتها وتنميتها. وفيه رسالة اعتراف وتقدير لجهود العلماء والمفكرين والمثقفين والباحثين، تحثهم وتشجعهم على المزيد من العطاء الفكري والاجتهاد النظري والتطبيقي في كل ما يخدم هذه اللغة من مبادرات تقدم أنجع الحلول لمشاكلها وتقترح المشاريع العملية التي تتغلب بها على عقباتها وتيسر سبل تعلمها وانتشارها وتنمي معجمها وتطور أساليبها وتدعم وجودها واستمرارها. وأخيراً، لقد أتاح لي هذا الموضوع فرصة الانتساب إلى هذه الجائزة العالمية الكبرى التي لا أعتبر حصولي عليها إلا حافزاً قوياً على المضي في خدمة لغة الأمة، داعي الله تعالى أن يوفقني لما هو خير وأجزأ. فأنا بعد حمد الله والثناء عليه شاكر لكم يا خادم الحرمين الشريفين رعايتكم الكريمة لهذا الصرح الكبير، وشريفكم لهذا الحفل البهيج، ودعمكم لموضوع اللغة العربية التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم. كما أشكر دولة المملكة العربية السعودية والهيئة المشرفة على الجائزة والساهرين عليها، وخاصة سمو الأمير خالد فيصل ولجنة التحكيم والاختيار ومؤسسة البحوث والدراسات العلمية بفاس التي قامت بترشيحي، وأدعو بالرحمة والغفران لروح الملك فيصل الذي تحمل هذه المعلمة الرفيعة اسمه الكريم، وأشكر بلدي المغرب العزيز، وأدعو بالرحمة والمغفرة لوالدي ولكل من له الفضل علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.